يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية من خلال الاتصال الجنسي غير المحمي مع شخص مصاب. يشمل ذلك الجنس المهبلي والشرجي والفموي. تعمل الواقي الذكري كحاجز، مما يمنع تبادل سوائل الجسم وتكون فعالة الغاية عند استخدامها بشكل صحيح. حتى بدون أعراض واضحة، يمكن للشخص المصاب نقل فيروس نقص المناعة البشرية. تعد ممارسة الجنس الآمن باستخدام الواقي الذكري باستمرار إحدى أكثر الطرق فعالية للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية. دائما ما تعطي الأولوية للحماية لتقليل المخاطر.